بأكبر من 17 وأقل من 20 سنة. اللي بتلخبطكوا بقى دي الهيد مش موجودة يبقى أقل من 20، الميد اللي بيكون ده مش موجود، ماشي يا دكاترة؟ محدش يقول لي ده بوند افكت، الأرتيكولار سيرفيس سموث أهو، يبقى ده أقل من 17 سنة. ابص على اللاترال اللي بيكوندايل برضو في لاين اوف سيبريشن بس صغير، يبقى لما تكتب اكتر من 15 واقل من 16 لما تكتب اراوند 16. ممكن الهيد مش موجوده اهي، طبعا ده ليفت اهي، ليفت هيومرس، الهيد مش موجوده يبقى اقل من 20، مفيش ميديا اللي بيكوندايل يبقى اقل من 17. ابص على اللاترال اللي بيكوندايل في لاين اوف سيبريشن يبقى اقل من 16، لما تكتب اكتر من 15 واقل من 16 ما ده صغير، ده 17. بص على الاعلى لان ده مش موجود اصلا. ده الارتيكل الارتيكل اللي هو بمسك فيه. بص الميد اللي بيكون ده شكله عامل ازاي؟ بيبقى بعيد بس بس كل العظم فيه بوند افكت، في واحد واضح فيه. ايوه هو ده تمام؟ مش موجود عندي اهو. فبص على اللاتر اللي بيكون ده في لاين اوف سبريشن، فلما تقول لي اكتر من 15 واقل من 16 لما تقول اراوند 16. الاثنين الصغيرين اللي هو بتقعد نفس الجثه دول رايت وليفت هيومرس مش فيه اهي. ده كتر رايت وليفت هيومرس، تمام؟ رايت وليفت هيومرس اهو، الهيد مش موجوده، اللي هو السيرفيس برده بتاعها مش موجود، بحطها برده الفوصه بستيريو الهيد ميتي، يبقى دي رايت ودي ليفت. طب انا مش عندي اصلا تريتلا ولا كابيتلا، يبقى اقل من 14 سنه كده. كتر ان كويشن.